السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. اولا كنعرفوا بان الخيار له فوائد كثيره على جسم الانسان، كي ياكلوا بزاف، لان كيقول لك بان ملي كيشعر بالعطش كياكلوا لانها فيه الماء. وكاين حاجه اخرى، النساء كيستعملوه بزاف موائد جميل بالنسبه للوجه او بالنسبه للبشره. لكن هناك بعض الامراض كيمنعوا انهم كيمنعوهم الاطباء من اكل الخيار، مثلا كالامراض الروماتيزميه كمرض تصلب الشرايين. وانا عندي صديقه مصابه بالروماتيزم منوع عليها، بغيت نعرف لماذا هذا المنع، شنو الاسباب اللي كتجعل الاطباء يمنعوهم من اكل الخيار. والسؤال الثاني، بغيت نعرف واش مخلل الخيار عنده نفس الفائده بحال الخيار العادي. نعم، جزاك الله خير. نعم، هذا المشكل، نعم الاطباء، نعم معهم حق، الاطباء معهم حق يمنعوا الخيار لان مشكل بوتاسيوم. نعم مشكل بوتاسيوم، لان كاين واحد تجمع الماء نعم في المفاصل وديك الاشياء، الاطباء كيعرفوا هذه القضيه دي، ما غندخلوش يعني في التفاصيل. ولكن يعني هنا هم على نعم حقيقه علميه ثابته يعني. طبعا لا يمكن الطبيب نقولوا بان لا يمكن. الناس يمكن كتعجب علاش يمنعوا، علاش غادي يمنعوا الخيار على الناس؟ نعم الا لسبب ما. نعم لانه عنده علم، لانه عنده علم ولان كيعرف بان الجسم ديال هذاك الشخص غادي يضر من غادي يضرر من، ولذلك قلت قبيله بان اذا ما يتقلقوش. نعم الناس اللي مراد ما كنتكلموش عليهم، لان الاطباء كيكونوا محددين لهم النظام ديالهم. لابد للاشاره. وكاين الان اجتهاد الحمد لله حتى في صفوف الاطباء ما شاء الله، كاين واحد الاجتهاد ما شاء الله، كاين اجتهاد هما نيت يعني علاوه على القرايه ديالهم الاطباء كيجتهدوا لو حتى هما يعني الحمد لله كاين هذا، كاين واحد البادره ان شاء الله يعني كيعالجوا على علم. نعم طبعا. نعم الان بدات الحميه كتحسن، بداوا الاطباء كينصحوا الناس لله يحيدوا بعض الامراض بحال ارتفاع الضغط القلب الشرايين، بداوا كينصحوا من اللحوم. وان الطبيب كيتصنتوا ليه الناس. نعم الحمد لله، يعني الطبيب كيتصنتوا ليه، كيسمعوا ليه الناس، كيسالفوا الناس، وهذا جيد. نعم جيد. بالنسبه للتجميل، نعم، لان هذا الخيار والقتاء، الفقوس احسن، القتاء احسن من الخيار للوجه. النساء ما يعرفوش، حتى يعني يستغلوا فرصه الصيف موجود فقوس. في اول حلقه قلت الاوراق ديالو، الاوراق ديال الفقوس الى دقت هكا ولا حتى تطحن مع شويه الماء وتوضع على الوجه كتبرد الوجه ما شاء الله. لكن دكتور معلش منين نجيبوا الاوراق؟ لا اللي لقاها ربما عليه ان شاء الله السنه، هذه السنه صافي ما بقاتش الاوراق، ولكن السنه المقبله ان شاء الله ان شاء الله نخرجوا الباديه ولا نشوفوا شي حد عنده. مع الاسف الشديد ما كنبغيش نتكلم على هذه الاشياء هذه، لان غادي يبداو الناس يبيعوها. نعم فعلا، وهي كترمى، هي كتلاح هذه الاوراق ديال الفقوس، كيحيدوها من الحقول، بعض المرات كيحرقوها كاع ما عندهم ما يديروا بها. هذا فنعم، ولا سمعوا ربما يسمعوا هذه بدا ماشي عنده واحد يبيع ويشري فيها ولا شي حاجه، نحن لا نريد هذه الاشياء هذه. فنحن اخوه الحمد لله في المغرب، حتى انني رايت في بعض المحلات في الدار البيضاء كيبيعوا الورق الزيتون. نعم لماذا نبيع الاوراق الزيتون؟ لا ادري، ما شاء الله فعلا المغرب عنده اوراق الزيتون يعني، يمكن حيت كيسمعوا بان حيت حنا علاش يعني ما يجيبوهاش الناس في خرج غير من اي مدينه، غير خرج من اي مدينه بنص كيلو. لا داعي لبيعها، لا ما خصهاش تباع. حنا عشنا واحد الفتره في المغرب، ماشي غير في المغرب سبحان الله، هذه ظاهره كلها في المغرب، العربي. انا سولت الاخوان في تونس وفي الجزائر وهي نفس الظاهره اللي كان عندنا، ما كان الناس يبيعون عسل ولا حليب. والله ما كان المغاربه يبيعون عسل ولا حليب. كان العسل يعطى بالمجان للناس، وكان الحليب يعطى، كانوا الناس كيقول لك ما نبيعوش البيض، البيض ما نبيعوش، الناس كانوا كيعطيو حليب للناس. هذه اشياء نعم الان ولا دابا انتاج قوي، ما يمكنش الناس منتج ولا قوي، الانتاج قوي، انتاج كبير. ولكن انا غير قلت شوف المسار ديالنا فين مشينا، شوف المجتمع ديالنا فين مشى، يعني فيش كنا يعني حتى في الجنوب المغربي الان، في الجنوب في العيون وفي في الداخله وفي السماره وفي في القويره وهذيك هادو، هذه كانت البيوت لا تغلق، كانت البيوت لا تسد، بيوت ديالهم كانوا مفتوحين الناس، وكانوا ما شاء الله كانوا الناس كياكلوا كيشربوا كيرتاحوا كيتسارحوا وكيمشيوا، كانت البيوت لا تفتح ليل نهار، لا لا, لا 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 تسد. فيعني المجتمع ديالنا بغيناه يبقى مجتمع مسلم، يبقى مجتمع رحيم، يبقى مجتمع متراحم متراسي، يبقى مجتمع يعني مع بعض، يكون هذاك التكافل الاجتماعي وصلة الرحم. فعلا كيضفي صفات الاخوه على المؤمنين، انما المؤمنون اخوه، الله اخا بيننا، يعني هو اللي خلقنا هو اللي اخا، فيجب ان يبقى المجتمع هكذا على هذا 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 المنوال. يعني فهذا السيده هذه اللي نعود الى المخلل، هل له المخلل؟ نعم هو سهل في التخلال، هو سهل في التخلال، وماشي بحال الزيتون، لان الزيتون كيتخلل ربع شهر. نعم كيتخمر ربع شهر، كيديروه في الملح ولا في الماء ربع شهر. والخيار هو الفلفله، حتى الفلفله حاره تخلل، هي تخلل. الثوم ثوم يخلل، هذه اشياء كتاخذ اسبوع اسبوعين كطيب.
وخاصهم يعرفوا بان التخلال فيرمونطاسيون التخلال راه بحال طيبوه ياكلوه، الا تخلل يطيب اي حاجه بحال مثلا اللفت ملي كيتخلل ما محتاجش يطيب، لان لا فيرمونطاسيون هي جايه من كلمه فيرفير اللي كتعني ايبوليسيون يعني بوير، فهي لا فيرمونطاسيون سيتين كويسون، هي في نفسها يعني طبخ طبخ الاشياء اللي كتخمر كتطبخ. وكيلاحظوا الناس ملي كيكون تخمر كيكون هذاك الماء كيغلي، ملي كيشوفوا الزيتون الا كانت مثلا كيديروا في شي حاجه شفافه كيبان لهم ذاك الماء كيتحرك كيغلي، هو تقريبا فيرمونطاسيون هذه هي سيتين ايبوليسيون. من الاحسن يخلوا الفقوش ما كيتخللش، فقوش كيتخلل لا لانه نوبل يعني كنسموه هنا عليا ماشي سامي، لا خضره نبيله جدا خاصها تكال هكذا ساميه. الخيار نعم الكورنيشون الخيار، خيار صغير وخيار كبير، الكورنيشون هو خيار صغير يتوضع في شيء ملح ما يكثرش منه، نفس المكونات ونفس الفوائد، نفس المكونات كيديروا واحد التركيز ديال 10% باش يفهموا الناس شنو 10%. هي 100 غرام ديال الملح في طرود الماء، 100 غرام في طرود الماء، وكي يعملوا فيه الخيار ولا الكورنيشون وتيخليوه ملي تخلل ملي يكون طاب يعاودوا يغسلوا الملح، يغسلوا الملح باش ما تبقاش فيه ملحه كثيره قبل ما ياكلوه. وهنا ملي كيتخلل كيولي ممنوع على اصحاب القلب والشرايين وارتفاع الضغط لان فيه صوديوم، فيه صوديوم. دكتور كاين الناس اللي كيخافوا ياكلوا الخيار حيت كيعمل لهم او الفقوس كيعمل لهم الغاز. نعم في السؤال ديال الغاز دائما يتردد، انا حيت بزاف ديال الناس ليس هناك شيء في الطبيعه يعطي غازات. نحن في علم التغذيه لا نعلم اي شيء يعطي غازات، لكن نعلم الاشياء التي تحدث خلل على مستوى القولون فيرمونطاسيون اللي كيوليو لي كونديدا كيوليو لي لوفور هذو الخمائر اللي كتولي الخمائر في الامعاء والبكتيريا الصديقه اللاكتيك اكسيد بكتيريا كتنقص طبعا كيوليو انتفاخات كيوليو غازات. بعد ما اللي كيوليو غازات يعني ماشي التغذيه اللي كتعمل الغازات، هو هذا المعي الغليظ او القولون كيولي كسول جدا، معنى كسول معنى كسول كسول بالبكتيريا اللي فيه، يعني البكتيريا الصديقه البروبيوتيك خاصو يتنقى كينقص. والاشياء اللي كتزيد في البروبيوتيك هي الالياف الدائبه، الالياف الخشبيه الدائبه، الاشياء التي تحدث خلل في القولون هي الاشياء الصناعيه، هي المقليات، هي الحلويات، هي هذه الاشياء هذه المشروبات الغازيه اللي تحدث خلل في القولون. ولذلك الناس خصهم يعرفوا بان الخطا ماشي في التغذيه، الخطا في القولون، ان النظام كاين اللي يلقيك الناس كيقولوا لنا انا كناكل بلدي والطياب ديالي زين بزيت الزيتون وكنطيب في النحاس ورغم ذلك اعاني من لانه كيخلط، لانه كيخلط اكيد الا خاط غير قطعة حلوة في اليوم كيتسمى خلط. خلط لان هذيك القطعه الصغيره ديال الحلوه غادا تزعج هذاك الجهاز الهضمي. اذا كنتمنى من المستمعين الكرام انهم يتبعوا نصائح الدكتور الفايد المفيده طبعا والقيمه. السيده اللي قالت بان تبغي حلقه كل يوم حلقه كل يوم، فكنظن ان حلقه في كل اسبوع كثير كثير باش الناس باش الناس يستاهل يهضموا المعلومه، لان كثره المعلومات ما غاديش ويجربوا. هنا متيقن ان المستمعين ما شاء الله جزاهم الله خيرا انهم يستمعون بايمان وانهم كيجربوا هذه المسائل اللي كنقول الناس داروها وكاين الناس اللي يستفيدوا منها ان شاء الله، ولا نريد الا وجه الله من هذه الاشياء كلها، لا نريد الا وجه الله سبحانه وتعالى. ونريد حتى الاخوان ديالنا في تونس وفي الجزائر والجاليه ديالنا في الدول الاوروبيه والمسائل هذه نريدهم ان يستفيدوا ان شاء الله. يعني هذه القناه هذه انا احبها، قناه هذه اذاعه محمد السادس القران الكريم اذاعه احبها وان شاء الله غادي نبقى فيها وما غاديش نكون في شي فضائيه اخرى ولا قناه اخرى ان شاء الله باذن الله. علاش؟ باش العلم كيتخاذ حتى في المغرب العربي، ما كيتخاذش غير في المشرق العربي. علاش؟ لان في المشرق مع الاسف كاين اعلام قوي جدا وفي المغرب العربي كاين علم قوي جدا هذا هو اللي خاص الناس يعرفوا. اذا شكرا لكم دكتور على كل هذه المعلومات.